أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز لأهم الأخبار. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكونغرس الأمريكي قبل قليل، حيث يعقد اجتماعا مع رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان وأعضاء لجنتي الاستخبارات والشؤون الخارجية وزعيم الأغلبية من الحزب الجمهوري. جاء ذلك بعد لقاء مع مستشار الأمن القومي ريموند ماكماستر ووزير الخارجية ريكس تيلرسون. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات على الصعيدين الأمني والعسكري، فضلا عن تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لخطر الإرهاب. واستهل الرئيس لقاءاته في واشنطن